يعطيك العافية. اليوم راح نتكلم عن موضوع جديد. هذا الموضوع راح نحكي فيه عن استخدام الدايود في الكلامبر سيركت، الدوائر الاي سي. طبعا هذا بيختلف عن الحالتين اللي شفناهم سابقا لما استخدمنا الدايود از ريكتيفاير في الفول ويف والهاف ويف ريكتيفاير. الكلامبر سيركت افكتفلي هيك بيكون دائما شكلها بتتكون من 3 عناصر رئيسية اللي هم الكباستر والدايود والكارنت ليميتنج ريزيستر ار. لاحظ كيف الموجة راح نتعامل معها راح يكون شكلها سكوير ويف. اوكي، افكتفلي هذا الكلامبر سيركت شو بيعمل؟ بيعمل ريشيب على هاي الموجة، انه بحافظ، صح انه بحافظ على شكلها تكون سكوير ويف على الاوتبوت، بس بغير الشكل عندنا على الاوتبوت. نفس الاسلوب اللي كنا نتبعه سابقا في تحليل دوائر الهاف ويف والفول ويف راح نطبقه هون على دوائر الكلامبر. خلينا بس نمشي في الملاحظات اللي مكتوبة السلايد الأولى. The clambers are a simple electronic circuit used to change the DC level of input signal while the signal shape is kept the same. يعني إذا كان عندنا الـ input square wave الـ output بده يكون square wave. إذا كان مثلا الـ input sinusoidal waveform effectively الـ output راح يضله sinusoidal waveform، بس بصير إنه الـ magnitude على الـ output مش بالضرورة يكون نفس الـ magnitude اللي موجود على الـ input. واضح؟ The clambers are widely used in analog TV receivers and FM transmitters. كان له استخدامات واسعة في الـ analog TVs، وكان له في له استخدامات طبعا في الـ FM transmitters. A typical clamber circuit comes with a semiconductor diode مكون من 3 عناصر رئيسية اللي هم الدايود والمقاومة والكابستر. واضح كيف؟ في عنا نوعين من الكلامبرز. في النوع الأول بسموه الأنبايست كلامبر زي ما احنا شايفينه هون. الكباستر هون بيكون موجود على التوالي بين مصدر التغذية وبين الأوتبوت، بينما الكباست الدايود بيكون محطوط على التوازي مع الأوتبوت. مفهوم كيف؟ هذا النوع بسموه أنبايست لأنه بيتكون من 3 عناصر وما بيحتوي على مصدر تغذية زي البطارية. بينما النوع الثاني البايست كلامبر زي ما انتم شايفين هون، لاحظ كيف نفس الدائرة المشابه للدائرة اللي شفناها سابقا بس نضيف عليها بطارية محطوطة على التوالي مع الدايود. واضح كيف؟ هلا هذا النوع يسمى بايست والنوع السابق هذا يسمى ان بايست. اوكي، في عندنا الان بايست كلامبرز doesn't come with the battery. في نوعين منها راح نحكي عن النوع الاول بسموه الان بايست بوزيتيف كلامبر، والنوع الثاني اللي راح ندرسه اسمه الان بايست نيجاتيف كلامبر. هلا لما نيجي نحكي عن البايست كلامبر اللي بيحتوي على بطاريه، برضه في منه نوعين، في البوزيتيف وفي النيجاتيف كلامبرز. قبل ما نيجي ندخل بتفاصيل الكلامبر ضروري نعرف انه هذه الدائره عشان بتحتوي على الكباستر، بتشوف انه لازم احنا الكباستر لما نحل نحطه في الدائره الكهربائيه افكتفلي بيكون في له تو فيزز. الفيز الاولى تسمى تشارج فيز والفيز الثاني تسمى الديسشارج فيز. اذا بدك تيجي تحطه مثلا في حاله التشارج فيز ممكن تستعين بدائره كهربائيه بسيطه زي ما انتم شايفينها هون، بتحتوي على مقاومتين R1 وR2 مع وجود مصدر تغذيه. حاطين الكباستر هون مع الدائره من خلال سنجل بول دبل ثرو سويتش. هذا السويتش في له تو بوزيشنز، في عندنا البوزيشن A، واضح كيف، وفي عندنا هون البوزيشن بي. البديهي جدا لما تشوف ان الاقطاب تبعت هذا السويتش موجوده بين النقطه هاي والنقطه اي، بتعرف انه الكباستر هون راح يكون في حاله التشارج فيز. مفهوم كيف؟ الفولتج اللي راح يتشكل على هذا الكباستر راح يكون جرادولي بتزايد لحد ما يوصل معنا الجهد تبع الكباستر مساوي لجهد مصدر التغذيه. باللحظه هذه بصير التيار هون قيمته صفر، اذا بكون هون الكابستر وصل مرحله تسموها الفولي تشارج. مفهوم كيف؟ طيب هلا اذا بدك تيجي تعمل الديسشارج فيز ما بتقدر تعمل الديسشارج قبل ما نعمل التشارج. مفهوم كيف؟ يعني افكتفلي احنا دائما بنشحن الكابستر بعدين بنفرغه. خلصنا من التشارج فيز، الفتره هذه من النقطه هون للنقطه هون، هذه الفتره كان فيها المفتاح موجود في بوزيشن رقم سي، يعني هذا المفتاح كان محطوط هون، بضل محافظ على الشحنه تبعته وبضل محافظ على القطبيه تبعته. مفهوم كيف؟ هلا في اللحظه اللي نقلناه فيها من النقطه A للنقطه B دخل في فيز جديده، الفيز الجديده هاي تسمى الديسشارج فيز، عمليه تفريغ. بعمليه التفريغ هون الاوتبوت فولتج او الجهد تبع الكباستر شو راح يصير فيه؟ راح يصير يتناقص شوي شوي لحد ما تصير معنا قيمته صفر.
مفهوم كيف؟ فإذا هون بدك تعرف تماما، ما بقدر أفرغ الكباستر قبل ما أشحنه. الكباستر في الحالتين، في التشارج والديسشارج فيزز، دائما بيكون افكتفلي لما يكون في عندي بيريود او ريستنج بيريود، زي موجود زي ما هي موجوده هون. لما يكون الكباستر محطوط على النقطه رقم سي، بكون محافظ على حاجتين، يعني في العامل الشيء المشترك بين عمليه الشحن وعمليه التفريغ، انه الكباستر بكون محافظ على حاجتين. الحاجه الاولى القطبيه تبعته بتضلها زي ما هي، والحاجه الثانيه انه الجهد اللي تشكل عليه في حاله عمليه التفريغ نفس الجهد اللي راح تستخدمه اثناء في تحليل الدائره اثناء عمليه الشحن. مفهوم كيف؟ طبعا التيار بيكون اتجاه اندفاع اثناء عمليه الشحن، هيك بيكون، وعمليه التفريغ هيك بيكون اتجاه اندفاع التيار. هذه معلومات اخذناها بالدوائر الكهربائيه، بس انا حبيت اعمل كويك ريكاب عليها عشان نفهم بالضبط شو اللي راح يصير معانا في دائره الكلامبر سيركت. اول دائره بدنا نتناولها هذه الدائره، بسيطه كثير، مكونه من 3 عناصر، كباستر ودايود مع مقاومه. الكباستر هون جاي على التوالي بين مصدر التغذية وبين الاوتبوت. مفهوم كيف؟ هلا هذه الدائرة لما تيجي تطبق عليها سكوير ويف زي ما انت شايفه هون، هذه السكوير ويف كيف احنا كنا نحكي عنها في الدواء في الجزء السابق في الريكتيفايرز، فيها جزئين، صح انها سكوير، بس الجزء الموجب منها برضه بنسميه البوزيتيف هاف سايكل على الفترة الزمنية من 0 ل 2 على 2، وفي عندنا الجزء السالب بنسميه النيجاتيف هاف سايكل على الفترة الزمنية من تي على 2 لحد تي. هلا مهم جدا حسب ما انا كاتب هون، هلا رح نمشي على النقاط هاي. ما بصيرش انت تبلش بالبوزيتيف بعدين النيجاتيف بالترتيب، قبل ما نتأكد من حاجة كثير مهمة، انه المرحلة الأولى بدنا نشحن الكبستر، واضح كيف؟ والمرحلة الثانية بدنا نفرغ الكبستر. فإحنا بدنا نربط عملية شحن الكبستر لما يكون الديود، هذه قاعدة، في حالة انحياز أمامي. مفهوم كيف؟ وبعدين لما نيجي نحطه في حالة الديسشارج فيز، افكتفلي راح يكون معانا الدايت فرضية انحياز عكسي. أول إشي أنا هون بدي أجرب أطبق البوزيتيف هاف سايكل. البوزيتيف هاف سايكل الفترة تبع الزمنية تبعته من 0 ل 2، إذا لو بدي أجي أعملها أنا هذا البوزيتيف هاف سايكل، لما بدي أطبق على الإنبوت بحتم عليه أحط بطارية. ليش؟ لانه الافكتفلي الاوتبوت فولتج عندي اياه ثابت على الفتره من 0 ل 2، ثابت على مقدار الفي ام. اذا بحط بطاريه قديش بدها بدي يساوي في ام، كيف الاقطاب تبعتها بدها تكون؟ بيكون القطبيه الموجبه لفوق والقطبيه السالبه لتحت. هذه البطاريه اللي حطيتها انا هون كيف راح تمشي التيار عندنا؟ راح تخلي اتجاه اندفاع التيار باتجاه عقارب الساعه، صح ولا لا؟ انا هون باجي بقارن دائما بين اتجاه اندفاع التيار اللي تشكل عندي من اقطاب البطاريه وبين السهم تبع الدايود. هل الاتجاهين في يعني بنفس الاتجاه ولا متعاكسات؟ لا، الاتجاهين جايين مع بعض. اذا هون الدايود راح يكون شغال في حاله انحياز امامي. خلص لما بعرف انه الدايود راح يشتغل في حاله انحياز امامي، اذا بلزم 100% انه الدايود راح يكون في عمليه تشارج فيز. اذا شو بتزبط معي انا؟ بزبط معي اطبق الجزء الموجب من موجه الانبوت. ليش؟ لانه هذا كفيل انه يخلي الدايت في حاله انحياز امامي، ولما بيكون الدايت في حاله انحياز امامي اكيد الكباستر راح يكون في وضعيه التشارجنج فيز. مفهوم كيف؟ خلينا بس نمشي على الملاحظات، انه الكباستر هاز تو بي اوف لو كاباسيتنس. هلا في ملاحظه ثانيه مهم كثير، انه لما يكون عندك بدك تستخدم تيجي على دائره كلامبو زي ما انت شايف، وكان عندك الخيار في كباستر قيمته 1 مايكرو فرد او تحط كباستر قيمته 100 مايكرو فرد، هل يا ترى ايش انا بستخدم دائما؟ يفضل دائما استخدم الكباستر اللي بتكون قيمه الكباستر تبعته قليله. ليش؟ السبب بسيط كثير، لانه انت لاحظ كيف اذا بدك تقلل الفتره، لا مهم جدا احنا نقلل الفتره الزمنيه تبعت التشارج فيز والديسشارج فيز. التشارج فيز اذا بدك تقلل الفتره الزمنيه، الفتره الزمنيه تبعته مرتبطه بالتاو. التاو في الكباستر قديش في دوائر الكباستر قديش بتساوي دائما؟ ار في سي. اذا مهم جدا اذا بدك تقلل قيمه التاو، اذا شو بامكاني اعمل؟ اقلل قيمه الكباستر. مفهوم كيف؟ عشان اخلي الفتره الزمنيه اللي بتاخذ العمل اللي عمليه شحن الكباستر وعمليه تفريغه تكون قليله قد ما بقدر. مفهوم كيف؟ فاذا هون لما يكون معي مجال اختار مثلا 1 مايكرو فراد او 100 مايكرو فراد، لا يفضل استخدم الواحد مايكرو فراد، لانه راح يخلي عمليه الشحن وعمليه التفريغ سريعه كثير، يعني زمن عمليه الشحن وزمن عمليه التفريغ مش راح ياخذ وقت طويل. مفهوم كيف؟ طيب
has to be of low capacitance value to achieve a quick charging cycle. Start the analysis by observing the response. يعني بقول لك بلش بالاناليسيز بحيث انه تشوف تاثير البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل على الانبوت بحيث انه تكون الدايت في وضعيه انحياز امامي. لانه بعيد وبحكي ليش احنا لما يكون الدايت في حاله انحياز امامي هذا راح يحط الكباستر في حاله التشارجنج فيز بعمليه الشحن. مفهوم كيف؟ هلا احنا راح نبلش بالبوزيتيف هاف سايكل. استنتجنا انه البوزيتيف هاف سايكل كفيله انها تحط الدايت في حاله انحياز امامي وفي نفس الوقت راح تشحن للكباستر. اذا الفتره الزمنيه تبعت البوزيتيف هاف سايكل زي ما هي مكتوبه هون من الصفر للتي 2 بيكون الدايد هون في حالة الاون ستيت. تعال نشوف السلايد اللي بعدها هلا شو بدنا نعمل. هي احنا طبقنا الجزء الموجب من موجة الانبوت، الاقطاب تبعت البطارية تبع للجزء الموجب هيك بيكون شكلها. طبعا هون بديهي جدا انه بتحط بطارية، ليش؟ لانه الارتفاع عندي اياه هون ثابت على قيمة في ام على طول الفترة من الصفر للتي على 2، واضح كيف؟ طبعا البطارية هيك بتكون اقطابها معنا. كيف اتجاه اندفاع التيار اللي طالع من البطارية؟ بديهي جدا بيكون باتجاه عقارب الساعة. هذا الاتجاه هل هو معاكس ولا موافق لاتجاه سهم الدايد؟ اكيد موافق لاتجاه سهم الدايد. اذا الدايد هون راح يكون في حالة انحياز امامي. الكل فيكم بيعرف انه دائما استخدام الدوائر الدايد، الدوائر الاي سي دائما يا بتستخدم للتقريب الاول او الثاني، لانه هون احنا مستخدمين التقريب الاول. اذا في حاله الانحياز الامامي بكون نحط محل الدايود شورت سيركت. اوكي طيب لما حطينا هلا شورت سيركت محل الدايود، استطراد جانبي مهم جدا تعرف انه الجهد على الاوتبوت قديش راح تكون قيمته؟ راح تكون اكيد قيمته صفر، لانك افكتفلي انت حاطط شورت سيركت على اطراف الاوتبوت. زي ما انت شايف الشورت سيركت جاي على اطراف المقاومه هاي. الفولتج على الاوتبوت هون على طول الفتره الزمنيه من صفر لتي على 2 قديش راح يطلع معي باستمرار؟ الجواب قيمته صفر. مفهوم كيف؟ طيب احنا هون يبقى لما جينا حطينا الاقطاب تبعت مصدر التغذيه، اوكي استنتجنا انه اتجاه اندفاع التيار راح يخلي الدايت في وضعيه انحياز امامي. لما يكون الدايت في حاله انحياز امامي حسب التقريب الاول بيكون عباره عن شورت سيركت، ولما يكون شورت سيركت الجهد على الاوتبوت افكتفلي راح تطلع معنا قيمته صفر على طول الفتره الزمنيه تبعت الانبوت اللي هي من الصفر للتي على 2. اوكي في نفس الوقت مين وال شو بدي اعمل انا؟ بدي اجتهد واطبق الكي في ال. هذه يا استاذي هذه لما تشوف موجه شو يعني اي سي alternating current؟ هذا مش دي سي alternate. لما تشوف موجه هيك وموجه هيك او موجه هيك، هذه الموجات كلها بسموها alternating current. ليش يعني alternating current؟ لانه الاتجاه تبع التيار من الصفر للتي على 2 اوكي او القطبيه بيكون الموجب لفوق والسالب لتحت، بس لما تيجي من تي على 2 لحد تي انعكست مع القطبيه. فهي الموجات صح انها عندنا هون احنا حطينا بطاريه على الانبوت، بس هاي البطاريه بتضل اقطاب هيك مش طول على طول الفتره الزمنيه فور ايفر، بس بتضلها على الفتره الزمنيه من صفر لتي على 2. هلا من تي على 2 لحد تي شو راح تضطر تعمل؟ راح تحط البطاريه هاي بس راح تضطر تعكس اقطابها، فعشان انعكست الاقطاب عندي انا اوكي بصير اسمه alternating current اي سي. مفهوم كيف؟ طيب هلا احنا مين وايل بدنا نيجي نطبق الكي في ال هون، بس ما حكينا دائما بصيرش الواحد يطبق الكي في ال قبل ما يحدد الاقطاب على كل عنصر في الدائره. عند الاقطاب تبعت مصدر التغذيه بديه جدا هيك راح يكون شكلها، الموجب لفوق والسالب لتحت. هلا ليش الاقطاب على الكبستر هيك يا جماعه؟ الموجب على اليسار والسالب على اليمين. سهل جدا لانه اتجاه اندفاع التيار في الدائره كيف بيكون عندنا حسب الباسف ساين كونفنشن، بيكون مندفع من القطب الموجب وراجع للقطب السالب. فهذا التيار راح يكون ماشي في الكباستر بهذا الشكل، فاذا هون بيكون هذا قطب موجب وهذا قطب سالب. تعال نطبق الكي في ال. الكي في ال هون بتيجي بتحكي تاخذ العلاقه بين جهد البطاريه ال في ام بوت از فانكشن اوف تي وجهد الكبستر. اوكي طيب احنا بدناش هلا نحط اشارات، بدها تساوي صفر. كيف انت ماشي في مصدر التغذيه من السالب للموجب بتعطي اشاره سالبه، كيف ماشي في الكبستر من الموجب للسالب هون بنعطي اشاره موجبه. هلا جهد مصدر التغذيه ما تنسى هذه البطاريه بتكون محطوطه هيك فقط على الفتره الزمنيه من صفر للتي على 2، قديش بتكون قيمه الجهد عندي هون في ام؟ فاذا هاي بدي احطها في ام
ما بدي انسى الاشاره السالبه، يعني بنزل الاشاره السالبه هون، مفهوم كيف زائد. شو المجهول عندنا هون؟ في سي. الشحنه على الكبستر قديش راح تساوي معنا؟ راح تساوي الماكسيموم فولتج اللي اخذناه من مصدر التخدير. طبعا هاي عندما تكون تي اكبر من تي من الصفر واقل من تي على 2. مفهوم كيف؟ احنا هون خلصنا الجزء الاول من التحليل. في الجزء الاول بعيد وبحكي، شفنا انه الدايت في حاله انحياز امامي بصير شورت سيركت، الجهد على الاوتبوت راح يطلع معي صفر، وفي نفس الوقت حسبنا لما جينا طبقنا الكي في ال لقينا انه الجهد على الكابستر بده يساوي الماكسيموم فولتج. هلا لما تيجي تنتقل للجزء الثاني، الشيء المشترك بين الجزء الاول والجزء الثاني حاجتين. انه اول شيء الجزء الاول لازم يكون مثل عمليه الشحن للكابستر لما يكون الدايت في حاله انحياز امامي، مفهوم كيف؟ الحاجه الثانيه لما هذا الكابستر اللي موجود هون لما اجي استخدمه في الجزء الثاني من التحليل، بديش انسى نقطتين كثير مهمات، انه نفس القطبيه اللي كانت عليه في الجزء الاول من التحليل راح تضل نفس في القطب، في الجزء الثاني القطبيه بتضل نفس الشيء، والجهد اللي تشكل عليه برضه لقيمه في ام راح برضه استخدمه في الجزء الثاني من التحليل. هلا خلينا نشوف الدائره الثانيه. الدائره بالسلايد هاي دي نحن هلا طبقنا الجزء السالب من موجه الانبوت، قديش الفتره الزمنيه تبعت الجزء السالب من التي على 2 لحد التي. هلا في الحاله هي بتحتم علي انه الاقطاب تبعت مصدر التغذيه كيف تكون عندي بهذا الشكل. احنا هون ضمننا الاشاره السالبه تبعت الفي ام في اتجاه القطبيه، مفهوم كيف؟ طبعا هيك الاقطاب تبعت مصدر التغذيه، واضح؟ طبعا هون ليش حطينا الدايت في حاله انحياز عكسي؟ لانه الدائره لاحظ كيف كنا حاطين الدايت فيها هيك، حاطين هيك الدائره الاصليه، صح؟ طيب احنا بنعرف انه اتجاه اندفاع التيار حسب الاقطاب تبعت مصدر التغذيه بيكون هيك شكله عكس عقارب الساعه. هل يا ترى اتجاه اندفاع التيار هون موافق ولا معاكس لاتجاه سهم الدايت؟ لا، معاكس لاتجاه سهم الدايت. اذا هذا الدايت راح يصفي معي في حاله الانحياز العكسي اللي اسمه الريفيرس بايس مود. اذا شو بنحط محله؟ اوبن سيركت، مفهوم كيف؟ طيب هلا لما حطينا هلا حطينا محله اوبن سيركت، والمعلومتين اللي بخصوا الكابستر جبناهم من التحليل السابق، ايش هم المعلومتين؟ انه الاقطاب على الكابستر هيك بيكون شكلهم زي ما كانوا سابقا، وفي نفس الوقت الجهد تبع الكابستر قديش اشتقنا سابقا طلع معنا قيمته بتساوي في ام، مفهوم كيف؟ طيب هلا هذا الجزء السالب احنا هون شو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي نطبق الكي في ال، بس بدناش ننسى انه كل عنصر عندي بدي اجي اطبق عليه الكي في ال لازم تكون بريفيسلي، يعني البولاريتيز محدده عليه. هيك الاقطاب راح تكون على مصدر التغذيه السالب لفوق والموجب لتحت، اول حاجه. هيك راح تكون عندنا الاقطاب تبعت البطاريه، مفهوم كيف؟ هلا بضل في عندي شغله بسيطه بالنسبه للمقاومه اللي موجوده على الاوتبوت، دائما افرض عليها الاقطاب بهذا الشكل، الموجب لفوق والسالب لتحت، هذول انت بتفرضهم فرض، مفهوم كيف؟ عشان تسهل على حالك التحليل. باجي بحسب قديش بيطلع معي الجواب. لما مثلا عندك الاوتبوت فولتج طلع معي قيمته موجبه، دليل ايش هذا؟ دليل انه القطبيه اللي فرضها انت هون صحيحه. لما مثلا واحد يطلع معي القطبيه الجهد على الاوتبوت قيمته سالبه، شو بيعني هذا الاشاره السالبه؟ الاشاره السالبه على البي اوتبوت لما تيجي تحسبها تعني انه القطبيه الفعليه بتكون بعكس الحاله اللي فرضها انت، يعني الاكتوال بولاريتي بيكون افكتفلي اجينست ايش؟ الفيرتوال بولاريتي او الاسيوم بولاريتي، مفهوم كيف؟ طيب احنا هون بدنا نيجي نطبق الكي في ال، فرضنا الاقطاب على العناصر، بنشوف انه اول عنصر اللي هو جهد مصدر التغذيه، في عندي العنصر الثاني جهد الكبستر، والعنصر الثالث عبارة عن جهد المقاومة، شو بنساوي هدول الثلاثة أصفار؟ طيب كيف ماشيين في مصدر التغذية من الموجب للسالب؟ هذا بنعطيه إشارة موجبة، الكبستر برضه بنعطيه إشارة موجبة لأنه ماشيين فيه من الموجب للسالب، وهذا كمان برضه بتكون إشارة موجبة. أنا هلا الـ VN بتاعي، أوكي قديش بدها تساوي قيمتها؟ VM، واضح؟ ما تنسوا بديش احط سالب في ام، لانه انت هلا ضمنت، بعيد وبحكي، ضمننا الاشاره السالبه في البولاريتي تبعت هاي القطبيه البطاريه، مفهوم كيف؟ الفي سي قديش سابقا طلعت معنا قيمتها برضه في ام، واضح؟ هذا الموجب هون والموجب هون شو بدي اعمل فيهم؟ بدي انزلهم تحت، مفهوم كيف؟ هاي نزلتهم هون، والفي سي هذه افكتفلي مجهوله معنا، بدنا نعرف قديش قيمتها. اذا الاوتبوت فولتج عندي اياهم شو راح يطلع معنا قيمته؟ الـ V output بدها تساوي ناقص 2 الـ V input،
هذا الاوتبوت فولتج. هلا تنسوش هلا بدي اجي ارسمها، بديش واحد ما تنسى الفتره الزمنيه تبعت الانبوت. احنا التحليل اللي بنعمله هلا لما حطينا قطاب البطاريه بهذا الشكل بتكون بس لفتره وجيزه، بتكون من التي على 2 لحد التي، مفهوم كيف؟ هذا الاوتبوت فولتج لما جينا طبقنا الجزء السالب من موجه الانبوت بيجي على التي من التي على 2 لحد التي، شفنا انه الاوتبوت فولتج قديش بيطلع معنا قيمته؟ ناقص 2 فولت سالب عندي. شو يعني هذا؟ هيك بتكون الاوتبوت فولتج، مفهوم كيف؟ هلا شو استنتجنا؟ استنتجنا انه في التحليل هذا لما جينا عملنا طبقنا الجزء الموجب والجزء السالب لاحظنا هون انه الاوتبوت فولتج بيطلع معنا هيك. يعني انا ما بدي اياك تحفظ دوائر، احفظها حفظ، يعني اذا بدك تحفظ تحفظ هاي الدائره اوكي، بس الاوتبوت فولتج ويف فورم هاي دائما بتلقى، يعني انت من خلال التحليل تتوصل لشكل الموجة على الاوتبوت. مفهوم كيف يا جماعة؟ هلا بتسأل الطالب ليش في عندي هون جهد قيمته صفر على الاوتبوت على الفترة من صفر لتي على 2؟ لأنه استنتجنا سابقا، هاي حكيناها، إنه لما جينا طبقنا البوزيتيف هاف سايكل على الانبوت كان هذا الديت في حالة فورورد بايس مود، ولما كان حسب التقريب الأول بحالة الفورورد بايس مود بيكون شورت سيركت. فهذه الشورت سيركت لأنها موجودة على التوازي مع المقاومة الاوتبوت فولتج راح تكون افكتيف لقيمته صفر معي. واضح كيف؟ حد حاب يسأل أي شيء قبل ما أكمل؟ طيب خلينا نشوف الدائرة الثانية. هاي الدائرة الثانية شوية يعني فيها فكرة جديدة. هذه الدائرة الثانية لاحظ كيف عندك هذا اسمه unbiased positive clamber. unbiased لأنه ما بيحتوي على بطارية، positive clamber لأنه الأوتبوت عندي هيك راح يكون شكله. بس انتبهوا علي، أول إشي بنيجي على موجة الانبوت فيها جزئين، الجزء الموجب اسمه positive half cycle على الفترة الزمنية من صفر لتي على 2، والجزء السالب اسمه negative half cycle على الفترة الزمنية من تي على 2 لحد التي. طيب أنا هون ما بصير أبلش في البوزيتيف هاف سايكل، يعني زي ما كنا كيف كنا نمشي بالترتيب في دوائر الريكتيفاير، هون إحنا ما بتقدر تمشي بالترتيب، هون بدك تيجي تتناول الجزء الكفيل إنه يحط الدايود في حالة انحياز أمامي، وفي نفس الوقت هذا لما يصير الدايود في حالة انحياز أمامي راح يشحن الكابستر. طيب هل يا ترى البوزيتيف هاف سايكل كفيلة إنها تحط الدايود في حالة انحياز أمامي؟ تعال نشوف شو بدك تعمل انت هون. بدك تحول مصدر التغذيه هاي لبطاريه، لانه قيمه الجهد راح تكون عندي اياها ثابته على الفي ام. بس على قديش راح تكون ثابته على الفي ام؟ بس من الفتره الزمنيه من صفر لحد تي على 2، هاي حطينا بطاريه. شوف كيف قديش قيمه الجهد تبع البطاريه؟ في ام. واضح كيف؟ طيب هلا هذه البطارية كيف راح تخلي اتجاه اندفاع التيار في الدائرة عندنا التيار الفعلي؟ هيك راح يكون اتجاه اندفاع التيار. هل يا ترى هذا التيار رأس السهم تبعه موافق لسهم الديود ولا معاكس له؟ معاكس لسهم الديود، إذا هون الديود راح يكون في حالة الريفيرس بايس مود. لما يكون في حالة ريفيرس بايس مود هذه ما راح تشحن للكبستر. مش راح استفيد منها في شحن الكبستر، ليش؟ لأنه هاي المقاومة بالعادة بتكون قيمتها جدا عالية. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا ايش؟ مبدئيا فور تايم بينج بدك تستثني الجزء الموجب من موجة الانبوت، وبدنا نلجأ هلا للجزء السالب، بدنا نيجي نجرب الجزء السالب. الجزء الموجب استنتجنا انه الدايت بيكون في حالة الريفرس بايس مود، والكباستر نوت بيكون افكتفلي نوت تشارجد. طيب شو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي نطبق الجزء السالب من موجة الانبوت. هلا لما تيجي على الجزء السالب من موجة الانبوت شوفوا على شو بدنا نعمل، بدنا نيجي نحط بطارية هون. كيف الأقطاب تبعت البطارية راح تكون عندي معكوسة؟ ليش معكوسة؟ لأنه الأوتبوت فولتج تبعها بده يساوي سالب في ام، هيك بده يكون. بس ما تنسوا هذا القطبية هيك بس بتضل على الفترة الزمنية من تي على 2 لحد تي، هيك الأقطاب. طيب هذه الأقطاب بتحتم علينا إنه الإشارة أو اتجاه اندفاع التيار كيف راح يكون معنا عكس عقارب الساعة. تيجي بعيد وبحكي، يعني صرت حكيها مرات كثيرة، بتقارن بين اتجاه اندفاع التيار أو سهم التيار هذا وبين السهم تبع الدايود، هل الاثنين متوافقات ولا متعاكسات؟ الاثنين هون متوافقات، إذا الدايود هون راح يكون في حالة انحياز أمامي، مفهوم كيف؟ وإذا صار الدايود في حالة انحياز أمامي
فورورد بايس مود، بيصير شورت سيركت حسب التقريب الاول، وفي نفس الوقت راح يقدر يشحن الكباستر. اذا هلا لما بدي ابلش التحليل تبعي، كيف كنا نحلل داخل الكباستر هون سابقا؟ كنا نبلش في التشارجنج فيز. شو بدنا نيجي على التشارجنج فيز، وين لما نطبق نبلش في الجزء السالب من موجة الانبوت. يبقى من وين بدي ابلش انا في التحليل؟ بالجزء السالب من موجة الانبوت اللي هي نيجاتيف هاف سايكل، على الفترة الزمنية من تي على 2 لحد تي. هاي اللي بدي ابلش فيها اول شيء، بعديها راح احكي لكم شو راح نعمل. اوكي طيب شوي صغير هلا. هون نفس الافكار اللي حكيناها سابقا، انه النقطة الاولى لازم دائما الكباستر تكون قيمته قليلة حتى عملية الشحن وعملية التفريغ ما راح تاخذ وقت طويل. هلا فيما لو مثلا واحد فيكم اختار قيمة كباستر هيك تجاوز جانبي، لو حط قيمة كباستر بتساوي 100 مايكرو فاراد، بتعرفوا شو اللي راح يصير على الاوتبوت؟ كيف راح تطلع الموجة؟ ما راح تطلع سكوير ويف، راح يكون شكلها هيك الموجة، يعني راح ياخذ الكباستر وقت طويل ليشحن معنا. حتى نسرع عملية الشحن والتفريغ ونخلي الفترة الزمنية تبعتهم قليلة، دائما نختار قيم قليلة جدا للكباستر. في نفس الوقت الار دائما لازم يكون معنا قيمة عالية. طيب هلا هون بيحكي انه بدنا نبلش، هلا استنتجنا انه بدنا نبلش بالنيجاتيف هاف سايكل، قديش الفترة الزمنية تبعته من تي على 2 لحد تي. طيب يلا خلينا نشوف السلايد اللي بعده شو بدنا نعمل. هاي جيت طبقت الجزء السالب من موجة الانبوت، كيف الاقطاب راح تكون موجودة على البطارية؟ هيك راح يكون شكلها. هلا انا ما تنسوا طلعوا عليك، بلاش ننسى انه الاشاره السالبه هاي انا هلا ضمنتها في القطبيه تبعت البطاريه. اذا بس كل اللي بدي اعمله انه الانبوت فولتج هون شو بدها تساوي قيمته؟ عباره عن الفي ام بي ام. واضح كيف؟ طيب كيف راح تخلي هذه القطبيه، كيف راح تخلي اتجاه اندفاع التيار؟ راح تخلي اتجاه اندفاع التيار عكس عقارب الساعه. هذه كفيله انها تحط الدايت في حاله الفورورد بايس مود. حسب التقريب الاول بده يصير الدايت شورت سيركت. اذا هون انا في ملاحظتين، حاجتين بدي اعملهم. الحاجه الاولى الاوتبوت فولتج راح تكون قيمته صفر، لانه هذا الشورت سيركت جاي على اقطاب المقاومه على الاوتبوت. تعرفوا كلكم ان الفولتج دروب على الشورت سيركت دائما قيمته صفر. اذا الاوتبوت فولتج على الفتره الزمنيه من تي على 2 لحد تي قديش راح تطلع مع قيمته صفر؟ هيو شوف كيف، هيو حاط قيمته صفر. وفي نفس الوقت شو بدي اعمل؟ بدي اجي اطبق الكي في ال على هذا اللوب، اللوب اللي موجودة هون اللي بتحتوي على مصدر التغذية والكباستر والديود، حتى أحسب قديش الجهد اللي بتكتل أو شحنة الكباستر. قبل ما نيجي نطبق الـ KVL ضروري تعرف إنه الأقطاب تبعت العناصر هاي لازم تكون محددة عندي. قطبية البطارية أكيد هيك بكون شكلها. ليش حددنا الأقطاب تبعت الكباستر بهذه الحالة؟ لأنه اتجاه اندفاع التيار عكس عقارب الساعة. واضح كيف؟ فإذا أنا هون لما باجي بطبق الـ KVL بتشوف إنه الانبوت فولتج وفي عندنا جهد الكباستر، هذول الجمع الجبري لهم لازم يساوي معنا قيمة صفر. الانبوت فولتج كيف ماشي فيه أنا في الـ KVL تبعتي؟ هاي سواء مشيت هيك أو هيك رح تطلع معك المعادلة نفس الشيء، وراح تحصل على نفس الجواب، فيش أي مشكلة. هلا مشيت هيك من الموجب للسالب، هذا بحط اشاره موجبه، بينما جهد الكبست طلع كيف الاقطاب على الكبستر، هذا بنحط اشاره سالبه. هلا الفي انبوت از ا فانكشن اوف تي قد قيمتها؟ هي عباره عن الفي ام، وهي في سي بدها تساوي صفر. نزل لي الاشارات هذول، نزل لي اياهم هون، وهي الاشاره نزل لي اياها هون. شو مستنتج هون؟ انه جهد الكبستر شو راح تساوي قيمته؟ الفي ام. مفهوم كيف؟ هاي عبارة عن الشحنة تبعت الكباستر، وهي عبارة عن القطبية تبعت الكباستر. هلا المعلومتين هدول راح اضطر استخدمهم في عملية التفريغ، بدناش ننسى. أول شيء خلصنا من عملية الشحن، هلا بدنا نيجي للدستشارج فيز. أوكي؟ خلصنا من التشارجنج فيز. التشارجنج فيز صار معانا لما كان الدايت في حالة انحياز أمامي، ولما جينا طبقنا الجزء السالب من موجة الإنبوت. مفهوم كيف؟ طيب هلا بدنا نيجي على الدستشارج فيز. احنا بدناش ننسى انه الجزء الموجب قبل شوي ما ظبطش معنا، صح ولا لا؟ لما كان على الفتره من صفر لتي على 2. هلا اذا جيت انا قلت لك هذا الجزء الموجب اللي كان هون وما ظبط انه يشحن الكبستر عشان الدايود كان في حاله انحياز عكسي، ارجع اعمل له شيفت، حرك زيحه من هون، حط لي على هذه الجهه، حطه مش قبل النيجاتيف هاف سايكل، حط لي بعد النيجاتيف هاف سايكل.
هلا لما تحطه بعد النيجاتيف هاف سايكل هون راح يجي بنفس الارتفاع، بس الفترة الزمنية تبعته بدل ما تكون من الصفر لتي على اثنين، بتصير الفترة الزمنية تبعته من التي لحد الثلاثة تي على اثنين. ليش بدي اياه انا هذا النيجاتيف هاف سايكل؟ لانه انا دائما لما بدي اجي احلل دائرة الكلامبر، مهم جدا تحط الكباستر في التو ستيتس، تشارجنج ستيت وديسشارج ستيت، مفهوم كيف؟ في التشارج ستيت افكتفلي الدايت بيكون في الفورورد بايس مود، والديسشارج ستيت الدايت بيكون في حاله ريفرس بايس مود، مفهوم كيف؟ اذا انا هاي خلصنا منها النيجاتيف هاف سايكل، بدي اجي ابلش هلا في البوزيتيف هاف سايكل. النيجاتيف هاف سايكل في معلومتين جدا مهمات بدي استخدمهم لما اجي اعمل التحليل تبع البوزيتيف هاف سايكل. شو هم المعلومتين؟ اللي هم الجهد تبع الكباستر بيساوي جهد مصدر التغذيه الفي ام، وفي نفس الوقت الاقطاب تبعت الكباستر راح تضلها معانا بنفس الحاله اللي شايفينها هون، مفهوم كيف؟ طيب خلينا نكمل. هذا هي كملناها، طلع كيف هاي البيت، حطيت الجزء الموجب من تي لحد الثلاثة تي على اثنين. هاي لما بدك تيجي انت تطبقها على دائرة الكلامبر، كيف راح تحط الاقطاب تبعت الكلامبر سيركت او مصدر التغذية؟ هاي بتحط الموجب لفوق والسالب لتحت، بس طبعا بتضلها هيك على الفترة الزمنية من تي لحد الثلاثة تي على اثنين. قديش بتضلوا عندي اياه الجهد ثابت على قيمة الفي ام، عشان هيك بنحط محله بطارية. طيب كيف بدي اخلي اتجاه اندفاع التيار عندي اياه هون؟ بده يكون باتجاه عقارب الساعه. هذا التيار هل يا ترى راح يقدر يحط الدايت في حاله انحياز عكسي ولا في حاله انحياز امامي؟ اكيد راح يحط الدايت في حاله انحياز عكسي لسبب بسيط، انه قارن بين اتجاه سهم التيار هذا وبين سهم الديود، بتلاقي انه السهمين متعاكسات، فعشان هيك الدايت لما يكون في حاله انحياز عكسي بده يكون عباره عن ايش؟ اوبن سيركت. طيب واضح كيف؟ خلينا هلا نيجي نطبق الكي في ال، بس مهم جدا تعرف حكيناها اكثر من مره انه الكي في ال ما بصير يتطبق على الدائره او عناصر في الدائره قبل ما يكون محدد عليهم الاقطاب. الاقطاب تبعت مصدر التغذيه هي بديهي جدا هيك بيكونوا. هلا ليش الاقطاب تبعت الكباستر جايين هيك مع انه التيار هيك جاي؟ هذه الاقطاب جبناها من حاله التشارجنج فيز في التحليل السابق، مفهوم كيف؟ حكينا بدنا نجيب الاقطاب القطبيه تبعت الكباستر بهذا الشكل، وفي نفس الوقت جهد او شحنه الكباستر قديش راح تساوي سابقا بتساوي الفي ام. اذا هاي احنا جبنا المعلومتين تبعون الخاصين بالكباستر في عمليه التفريغ، اوكي؟ الاربوت فولتج او المقاومه على الاربوت هيك الاقطاب راح يكونوا عليها، دائما نفرض هذه بتكون اسيومد بولاريتي، اوكي؟ وحكينا انه الاوتبوت فولتج لما يجي يطلع تحسبه يطلع معك مثلا، اذا طلع معي الرقم مثلا اشارته موجبه دليل هيك ان القطبيه اللي فرضها انت بشكل صحيح 100%، اذا طلعت معي الاوتبوت فولتج سالبه بدكش تعكس ولا تعيد ولا تسوي اي شيء، تحكي انه القطبيه الفعليه معاكسه للقطبيه اللي فرضتها انا، مفهوم كيف؟ طيب هلا بدنا نيجي نطبق الكي في ال. الكي في ال هون بدك تنسى انه بدك تاخذ بعين الاعتبار ثلاث عناصر اللي هم جهد مصدر التغذيه وجهد الكبستر وجهد الاوتبوت. جهد مصدر التغذيه بيساوي في انبوت از ا فانكشن اوف تي، وفي عندنا جهد الكبستر وفي عندنا جهد المقاومه على الاوتبوت. واضح كيف؟ الجمع الجبري للجهود الثلاثه لازم يطلع معي الجواب صفر. جهد مصدر التغذية كيف ماشي فيه أنا هون؟ من السالب للموجب هذا، استنى شوي، هذا بنحط إشارته سالبة، هذا إشارته سالبة. طيب والفي سي كيف ماشي فيه؟ من السالب للموجب هذا إشارته سالبة. الأوتبوت فولتج إفكتفلي إشارته بدها تكون موجبة. هلا هاي الإشارة تنزل لي إياها تحت، سالب سالب موجب، والقيم هاي تعال نشوف شو بدنا نعوض محلها، نشوف شو بدنا نحط محلها هون بس. اوكي الفي انبوت هاي شو بدنا نحط محلها؟ الفي ماكسيموم اللي موجوده هون. اذا والفي سي شو بدنا، قديش كانت شحنته سابقا؟ كانت برضه في ام. واضح كيف؟ طب والاوتبوت فولتج هذا الانون او الشيء المجهول اللي بدنا نحسب قد ايه قيمه الجهد عليه. الفي اوتبوت هون قديش راح تطلع معنا قيمتها؟ 2 في ام. هاي لما بدك تيجي ترسمها على الاوتبوت، اسراء عواد هلا برجع لك يا اسراء شوي صغيره. طيب الاوتبوت فولتج عندي اياه هون، لاحظ كيف
الاوتبوت فولتج لما بدك تيجي ترسمه قديش راح، اول شيء الاشاره تبعته موجبه ولا سالبه؟ اشارته موجبه، اذا دليل انه القطبيه الفعليه على الاوتبوت نفس القطبيه اللي انا فرضها. هيك بدها تكون يعني الموجه بدها تكون من البوزيتيف اكس بدها تيجي باتجاه البوزيتيف واي اكسس لفوق. طيب قديش الارتفاع عندي اياه؟ 2 في ام. اذا كانت الفي ام هون ال 2 في ام بتوصل لهون. طيب سائل الطالب ليش رسمناه على الفتره الزمنيه من تي لحد 3 تي على 2؟ لانه نفس الفتره الزمنيه اللي كنا نحلل عليها البوزيتيف هاف سايكل. يعني الفتره الزمنيه تبعت البوزيتيف هاف سايكل من تي ل 3 تي على 2 افكتفلي بدها تكون نفس الفتره الزمنيه على الاوتبوت. مفهوم كيف؟ طيب احنا هون بس هذا هو واضح كيف؟ اذا هون يعني سواء هذا الجزء اللي حاطه انت تبع البوزيتيف هاف سايكل، لا سوري الرسمه هذه تبعت الاوتبوت فولتج سواء كانت على الفتره الزمنيه من تي ل 3 تي على 2 او حسب ما انت شايفها في الدائره الاصليه كيف كان شكلها من الصفر للتي على 2، هذه الحالتين يعني هيك الرسمه صحيحه 100%. بس هون بدكش تنسى انه كانه احنا في التحليل لما بلشنا لما جينا طبقنا البوزيتيف هاف سايكل هون استنتجنا انه هذه ما بتزبط شحن الكابستر لانه الدايد راح يكون في حاله انحياز عكسي، صح ولا لا؟ فشو عملنا؟ لما جينا رسمت الاوتبوت بهذا الشكل كانك حطيت النيجاتيف، مش رحت انتقلت على النيجاتيف هاف سايكل هون، حطيت النيجاتيف هاف سايكل يعني عملت لها شيفت، ما دام عملنا شيفت للبوزيتيف هاف سايكل على جهه اليمين، النيجاتيف هاف سايكل عملنا لها شيفت على جهه اليسار. هيك سويت، يعني جينا طبقنا هلا بلشنا طبقت النيجاتيف هاف سايكل اوكي اللي عملنا لها شيفت على جهه اليسار هون، هذه كانت كفيله انها تشحن تشغل الدايد في الفورورد بايس مود تشحن الكابستر، بعدين طبقنا البوزيتيف هاف سايكل، اذا الاوتبوت فولتج هيك راح يكون بشكله. مفهوم كيف؟ يعني بعيد وبحكي سواء واحد فيكم عمل شيفت للنيجاتيف هاف سايكل من جهه من هون على جهه اليسار، او البوزيتيف هاف سايكل عمل له شيفت من جهه اليسار على جهه اليمين بحيث انه يشغل الدايود بالمره الاولى ويشحن الكابستر، سواء كانت الاوتبوت فولتج هيك شكلها من الصفر للتي على 2 او كانت زي ما انتم شايفينها من تي لثلاثه تي على 2، هذه الاجابه صحيحه 100%، فيش عندنا اي مشكله. مفهوم كيف؟ في زميل حدا كتب سؤال، خليني بس اشوف شو اللي وين هذا شوي صغيره. اسراء بتقدر تحكي على المايك احسن؟ دكتور بحكي انه ليش عبر المقاومه كنا نحكي انه الفولتيه مفروضه ممكن تكون سالبه او موجبه، مش حسب الساين كونفنشن حيمر التيار عبر المقاومه من الموجب للسالب، فهيك الفرضيه دائما بتكون ثابته. لا مش صحيح، انا بقول لك ليش هلا، لو انه انت ليش مرات بتطلع قيمه الجهد على الاوتبوت سالبه ومرات موجبه؟ ليش ليش انت قصدك انه الاوتبوت فولتج لازم دائما باستمرار بتطلع معنا قيمته موجبه؟ لا الاوتبوت فولتج مش بالضروره مرات يطلع معنا موجب، يعني لو بتيجي على مثال زي هيك تعال بجيب شغله، هلا دايره بسيطه زي هيك حاط فيها بطاريه انا هيك، بهذه البطاريه قطبيتها بطاريه قطبيتها، واضح كيف؟ جينا فرضنا القطبيه على الاوتبوت هذه الار، هلا عندي هون مصدر تغذيه قيمته هذا مثلا 5 فولت، واضح هيك السالب والموجب عليه، ومصدر التغذيه اللي موجود هون 10 وهذا 10 فولت، هذه هيك السالب وهيك الموجب. كيف الاوتبوت بده يكون؟ الجهد على الاوتبوت كيف بده يكون؟ قديش راح يطلع معنا قيمته؟ الفي اوتبوت هون شو راح تطلع معنا؟ راح تطلع معنا سالب 5 فولت. شو يعني سالب 5؟ انه القطبيه الفعليه اللي موجوده على الاوتبوت افكتفلي عكس القطبيه اللي فرضها انا. واضح كيف؟ يعني مش بالضروره الاوتبوت فولتج اذا انت فرضت القطبيه هيك دائما الاوتبوت فولتج بتطلع معنا قيمته الموجبه. حسب ما هو حسب قيمة الجهد على الكابستر، حسب قيمة جهد البطارية، احنا بناخذ بالجمع الجبري أو محصلة هدول الجهدين وبنشوف قديش بيطلع معنا الجهد على الأوتبوت. مفهوم كيف؟ إذا كان في عندي إشارة سالبة، هذه الإشارة السالبة بتعني إنه الأكتوال بولاريتي أوكي القطبية الفعلية بتكون عكس القطبية اللي فرضها أنت، يعني لما تطلع معي سالب 5 هيك شو بنعمل؟ بتقيم هاي الأقطاب وبتحط القطبيه الفعليه، بس هذا مش بالضروره خلص هي هيك القطبيه الفعليه على الاوتبوت. اذا هذا الجهد لو بدي اجي ارسمه مثلا كيف بده يكون؟ بده يكون نازل لتحت مثلا، واضح كيف؟
سهل كثير. هلا في طيب خلينا نشوف النوع الثالث من النوع الجديد هذا من البايسنج نيجاتيف كلامبر. هذا الدائره شوي اصعب من الدائره اللي شفناها سابقا، بتحتوي مش على ثلاث عناصر اللي هم الكباستر والدايد والريزستر، وانما بيحتوي على عنصر اضافي واللي هو الكباستر، عفوا البطاريه. هذه البطاريه اللي موجوده هون بصير اسم الدائره هون بايس. الاوتبوت فولتج هذا بيكون عندنا بسموه نيجاتيف كلامبر. هلا بنفرجي لكم ليش، بنحكي لكم ليش اسمه نيجاتيف كلامبر. عشان نقدر نحلل الدائره هاي ونشوف كيف الاوتبوت، هل الاوتبوت فولتج بيطلع معنا هيك شكله ولا لا، مهم جدا انت تطبق موجه على الانبوت. هذه الموجه اللي بنعتمدها سكوير ويف حتى تسهل علينا التحليل بشكل كبير. ببلش دائما سكوير ويف بالبوزيتيف هاف سايكل على الفتره الزمنيه من 0 ل تي على 2، فولود باي نيجاتيف هاف سايكل على الفتره الزمنيه من تي على 2 لحد تي. هلا احنا هون بدنا نيجي نبلش نسأل حالنا السؤال الآتي دائما حتى نقدر دائرة الكلامبر حتى تشتغل بالشكل الصحيح. أول إشي بدنا نشحن الكباستر بعدين نفرغ الكباستر. هلا عملية شحن الكباستر بتصيرش إلا إذا كانت الدائرة في حالة الفورورد بايس مود، وعملية التفريغ ما بتصير إلا إذا كانت الدائرة في حالة الريفرس بايس مود. هلا نيجي بنشوف هل يا ترى البوزيتيف هاف سايكل هذه كفيلة إنها تشحن الكباستر، اي او كفيل انك تحط الدايت في حاله الفورورد بايس مود وتشحن الكيبستر. تعال نشوف شو بنعمل. نيجي بنحط محل مصدر التغذيه هذا، بنحط محله بطاريه. ليش؟ لانه على الفتره الزمنيه تبعت البوزيتيف هاف سايكل من صفر لتي على 2 قديش بتكون قيمه الجهد بتساوي في ام، اذا كيف تحط الاقطاب تبعت البطاريه هيك بتكون شكلها، قديش قيمه الجهد تبع البطاريه بتساوي في ام، بس مش فور ايفر، بتضل ايش؟ على الفترة مس من الصفر للتي على 2، مفهوم كيف؟ من تي على 2 لحد التي بتنعكس الأقطاب تبعت البطارية، واضح؟ طيب هذه القطبية اللي فرضها أنا هون، هل يا ترى كيف راح تخلي اتجاه اندفاع التيار؟ هيك بتقارن اتجاه اندفاع التيار مع اتجاه سهم الدايد، إذا الاثنين متوافقات إذا الدايد في الفورورد بايس مود، لما يكون بالفورورد بايس مود هذا الكبستر راح ينشحن معنا. إذا هون شو استنتجنا؟ استنتجنا أن البوزيتيف هاف سايكل هذه كفيلة إنها تشحن تشغل الدايود وتشحن الكبستر، فعشان هيك راح أبلش التحليل بالبوزيتيف هاف سايكل، واضح كيف؟ طيب خلينا نشوف هلا شو بدنا نعمل. بالسلايد اللي بعدها بلشنا بالبوزيتيف هاف سايكل على الفترة الزمنية من صفر لتي على 2، قديش شو حطينا محله في الدائرة؟ حطينا محل مصدر هذا الفي ام وات از فانكشن اوف تي، حطيناها بطاريه. ليش بطاريه بعيد وبحكي؟ لانه قيمه الجهد هون ثابته على في ام تبعت الانبوت، واضح؟ طيب هلا هذه الدائره كيف راح تخلي اتجاه اندفاع التيار؟ هيو هذا اتجاه اندفاع التيار لما تقارنه مع اتجاه سهم الدايود بتلاقي انه في توافق بين الاثنين، الدايود بيكون في حاله الفورورد بايس مود. إذا كان الدايت في حالة الفورورد بايس مود حسب التقريب الأول بيصير معي شورت سيركت. طيب هلا إذا صار شورت سيركت في حاجتين بدي أعملهم. الحاجة الأولى بدي أجي أشوف يعني الكويك سوليوشن، بدي أشوف إنه الأوتبوت فولتج قديش راح يطلع معي قيمته. ما بصير تيجي تقول هون الأوتبوت فولتج تقول لي قيمته راح تطلع صفر، لا لاحظ كيف، شو اللي موجود مع المقاومة على الأوتبوت؟ إيش اللي جاي معها على التوازي بالضبط؟ مين بحكي لك؟ البطارية، واضح كيف؟ إذا الجهد على الأوتبوت هون هو عبارة عن جهد البطارية، واضح؟ إذا شو بدنا نعمل إحنا هون؟ إذا كان مثلا فلنفرض جهد البطارية معطيك إياه أنا شوية في بي بتساوي قيمته 1 فولت، إذا شو بدك تعمل على الأوتبوت؟ بتقدر ترسم قيمة جهد 1 فولت على الأوتبوت، بس ما بدك تنسى على نفس الفترة الزمنية تبعت الإنبوت اللي هي من الصفر للتي على 2 هي حطيناها قديش قيمتها؟ في بي، مفهوم كيف؟ يعني اذا كانت الفي بي عندي هون بعيد وبحكي كانت قيمتها 1 فولت، هذه ال 1 فولت افكتفلي شو راح يصير فيها؟ راح تظهر عندي على الاوتبوت بنفس المقدار، مفهوم؟ على الفتره الزمنيه من صفر على تي 2. مين وايل شو بدي اعمل انا؟ بدي اجي اطبق الكي في ال حتى احسب قديش الشحنه اللي موجوده على الكباستر، واضح؟ حتى نقدر نحسب الشحنة على الكابستر نطبق الكي في ال، ضروري كل عنصر عندي اياه هون يكون الاقطاب محددة عليه. اقطاب البطارية سهل كثير هيك بيكون شكلها، الموجب لفوق والسالب لتحت. اقطاب مصدر التغذية هذا الفي بي برضه هيك اقطابها بتكون، بس بضل ايش؟ بدي اجتهد واحدد كيف الاقطاب تبعت الكابستر عشان اتجاه اندفاع التيار
اللي بده يشحن الكباستر، اذا حسب الباسيف ساين كونفنشن كيف الاقطاب تبعت الكباستر بدها تكون، الموجب على اليسار والسالب على اليمين، واضح كيف؟ طيب هلا احنا لما حددنا البولاريتيز على العناصر هون، نيجي بنشوف انه الكي في ار راح تربط بين جهد مصدر التغذيه، جهد الكباستر والفي بي. هلا جهد مصدر التغذيه بتساوي الفي ام وات از ا فانكشن اوف تي، وفي عندنا الجهد الكباستر بتساوي في سي، والجهد تبع البطاريه بتساوي الفي بي. الجمع الجبري للجهود الثلاثه هذول بيساوي صفر. هلا بدنا نيجي نحدد الاشارات، كيف ماشي في البطاريه من السالب للموجب هذا اشارته سالبه، الكباستر ماشي فيه من الموجب للسالب هذا اشارته موجبه، والبطاريه ماشي فيه من الموجب للسالب برضه معطيه اشاره موجبه. هلا خلينا نفرض ارقام احنا عشان نسهل حالنا التحليل. لو فرضنا احنا الفي ام هاي قيمتها 10 فولت، والناقص في ام بتكون افكتفلي سالب 10 فولت، يعني الفي ام هون 10 فولت، اوكي، وجهد البطاريه حكينا سابقا قديش بدها تساوي 1 فولت. طيب خلي المعلومتين هدول ونشوف قديش راح يطلع معنا قيمه الجهد تبع الكباستر. هذه الاشارات نزلتها من فوق لتحت، واضح بدها تساوي صفر. نيجي هلا نحدد قديش الفي ام بوت هون بدها تساوي قيمتها في ام، اوكي، جهد الكباستر سابقا قديش طلعت معنا قيمه؟ لا مو جهد الكباستر مجهول هذا لسه. طيب والفي بي هون قديش بتساوي؟ خليها في بي، اوكي. طيب طلع لي هاي المعادله لدلاله جهد الكباستر شو بتساوي معنا؟ بتساوي في ام ناقص الفي بي، هي موجوده هون صحيحه 100%. بس خلينا نعوض الارقام، قديش الفي ام عندي اياها؟ قيمتها 10 فولت والفي بي 1 فولت، قديش يعني جهد شحنه الكباستر هون راح تساوي 9 فولت. واضح كيف؟ هذا الجهد على الكابستر لما صار عندنا fully charged، اوكي تمام. هلا خلينا نشوف احنا الجزء الثاني من التحليل اللي بخص عمليه الديسشارج. عمليه الديسشارج هون بدنا نيجي نطبق الجزء السالب من موجه الانبوت على الفتره من تي على 2 لحد تي effectively اللي هو النيجاتيف هاف سايكل، واضح كيف؟ طيب هلا بدناش ننسى حاجه كثير مهمه، الرابط او العامل المشترك بين البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل في التحليل اللي هم المعلومات اللي بتخص الكباستر. معلومات الكباستر اللي حاجتين، القطبيه والجهد عليه، بيضلوا زي ما هم لما نيجي نعمل تحليل النيجاتيف هاف سايكل. واضح كيف؟ خلينا نيجي نطبق النيجاتيف هاف سايكل. هيو من تي على 2 لحد تي، هذه القطبيه بتحتم علينا الموجه هاي، بتحتم علينا ان القطبيه تبعت مصدر التغذيه هيك بيكون شكلها، السالب لفوق والموجب لتحت. طبعا هذه احنا من خلالها بدنا نيجي نحدد كيف اتجاه اندفاع التيار. هلا اتجاه اندفاع التيار هذا قارن اتجاه سهمه مع السهم تبع الديود، هيك الديود كان سابقا شكله صح؟ طيب هذا الدايود لما يكونوا مش متوافقات، اذا الدايود اكيد راح يكون في الريفرس بايس مود، ولما يكون في الريفرس بايس مود شو بضطر انا احط محله؟ اوبن سيركت، مفهوم كيف؟ طيب لما بكون اوبن سيركت هل في للكابستر للمقاومه عفوا للبطاريه هاي في بي لها اي تاثير في الدائره في الحاله هذه؟ لا ما لهاش اي تاثير، كان لها تاثير سابقا واضح لما كان الدايود في حاله انحياز امامي عشان كان شورت سيركت. بس هون هاي الفي بي لما نيجي نطبق الكي في ال هلا مش راح ندخلها في حساباتنا من مره. الكي في ال هون راح تاخذ بعين الاعتبار الجهد على مصدر التغذيه والجهد على الكابستر والجهد على الاوتبوت. هذه الجهود مهم جدا تكون الاقطاب عليها محدده. القطبيه تبعت مصدر التغذيه هيك بيكون شكلها، واضح؟ بدكش تنسى انه الاشاره السالبه تبعت الفي ام افكتفلي انا ضمنتها في القطبيه تبعت البطاريه، واضح؟ بس كل اللي بتعمله هون لما تيجي تعوض محل الفي ام بوت از فانكشن اوف تي بتحطها في ام، واضح كيف؟ طيب الحاجه الثانيه الاقطاب تبعت الكباستر، ليش بسال الطالب اجي معي هيك شكلهم؟ ما تربطهم باتجاه اندفاع التيار هذا، احنا الاقطاب جبناهم من الحاله السابقه، كيف كانت الاقطاب في الحاله السابقه؟ هي الموجب على اليسار والسالب على اليمين، والجهد عليه قديش حسبنا طلع معنا؟ 9 فولت. طيب هاي الاقطاب تبعت الكباستر، وبنيجي بنفرض احنا هون الاقطاب على الاوتبوت، هذا فرض يعني تفرضه زي ما بدك، حط الموجب لفوق والسالب لتحت. هلا هون لما نيجي نطبق الكي في ال بتشوف انه الكي في ال بتربط بعيد وبحكي بين ثلاث جهود، الفي انبوت از ا فانكشن اوف تي، بتربط بين الفي سي، وفي عندنا هون الفي اوتبوت. الجمع الجبري للجهود الثلاثه هذول راح يطلع معنا قيمهم صفر. هلا لما نيجي نحط الاشارات
الإشارة أول إشي كيف ماشي الكفيئة من الموجب للسالب، هذا بتعطي إشارة موجبة. الـ VC effectively ماشي فيه من الموجب للسالب، برضو بنعطي إشارة موجبة، والمقاومة هذه برضو بنعطيها إشارة موجبة. واضح كيف؟ هلأ الـ input هون قديش بدها تساوي قيمة الـ VM؟ واضح؟ الـ VC هاي قديش قيمتها مجهولة؟ لا هذه الـ VC already حطيناها، خليها في سي، هلا بنحط نعوض قديش قيمتها في سي، والبي اوت هاي مجهوله. ليش هيك سويت؟ شوي غير اوكي، استنى شوي، خلينا اعوض. هلا هذا اشارته موجبه، نزل الاشارات، هذا موجب وهذا موجب، شوي صغيره. بعدين تيجي بتقول الفي انبوت تايب تساوي في ام اللي هي 10 فولت، جهد الكباستر 9 فولت، وهذا عندنا هون جهد الاوت بوت يساوي صفر. إذا الـ Vout والتنبية هون قديش راح يساوي معي؟ 9 زائد 10 19، بس لما نحطهم على يمين اليساوي بتطلع عندي ناقص 19 فولت، هذا الجهد على الـ Output. إذا هذه الـ Output لما تيجي تحط سالب 19، السالب شو يعني؟ بده يكون الماجنتيود على الـ Output بده يكون باتجاه نيجاتيف واي اكسس لتحت، مفهوم كيف؟ لأنه الإشارة عندي إياها هون ماجنتيود سالب 19 اكثر من الفي ماكسيموم، بتكون نازله تحت. بس ما تنسوا الفتره الزمنيه تبعت الفي اوتبوت على نفس الفتره الزمنيه تبعت الانبوت. هلا الانبوت شو الفتره الزمنيه تبعته؟ من التي على 2 لحد التي، اذا الاوتبوت برضه بده يكون محافظ على نفس الفتره الزمنيه اللي هي من التي على 2 لحد التي. واضح كيف؟ مفهوم كيف؟ اذا هون رسمنا الاوتبوت فولتج لما كانت، لما كنا مطبقين النيجاتيف هاف سايكل على الفتره من تي على 2 لحد تي. ولما، وما تنسوا انه لما جينا طبقنا البوزيتيف هاف سايكل من الصفر لتي على 2 طلعت معي الاوتبوت فولتج هيك شكلها في بي. طيب اجمع البوزيتيف يعني الجزئين اللي هم البوزيتيف مع النيجاتيف على الاوتبوت، هيك راح يكون شكل الموجب.